الناس تأتي لزيارة المزار وزيارة موقعة معركة مؤتة، ومن ثم زيارة ضريح سيدنا جعفر ابن أبي طالب. ولكل شعوب عادات، حتى عندنا في الأردن يوجد ناس صوفية، بالنسبة لنا أهل السنة ناس سلفية، ناس كالعامة عاديين، منهم من يقرأ الفاتحة، منهم من يدعي، ونحن لسنا بوكلاء الله سبحانه وتعالى في الأرض. فيأتوا هؤلاء الناس كل حسب طقوسه يزورون مقام سيدنا جعفر ابن أبي طالب، لكن لم يلاحظ منهم أي إساءة إلى سكان المنطقة أو إلى معتقداتنا الدينية، بل على العكس، يعني جلبوا لنا السياحة الدينية وعملوا حركة في البلد، وأصبحت المزار على الخارطة السياحية في الأردن بل على المستوى العالم الإسلامي. الفيلا حرقت عن بكرة أبيها كاملة، يعني مع الأسف حتى جزء من الحريق والسلب والنهب تم بوجود الشرطة. لم يتبقى بالفيلا شيء، الأثاث كله كاملا حرق، حتى الأسلاك سرقت، حتى ريديترات التدفئة نهبت. يعني كان شيء فظيع فظيع جدا اللي حدث في الفيلا. المبنى المجاور اللي هو السكن اللي كنت أنا قائم عليه، العدد والأدوات والمعدات التابعة لي كلها حرقت وسلبت، من أخشاب وجكات وكرفان وأجهزة مساحة وحتى الحديد يعني سلب. تقييم لهذا التصرف هو تصرف أولا خاطئ ودخيل علينا، لأنه إحنا مش من شيمنا أنه نتعامل مع الضيف بغض النظر إذا كان مقيم إقامة طويلة أو قصيرة. أيضا هذا التصرف جاء في موعد خاطئ جدا، لأنه إحنا نعرف ظروف المملكة وظروف المحيطة في المملكة، لأنه لو كان في خطر من التشيع أو المد الشيعي لتشيع أهل الأهواز في جنوب العراق في جنوب إيران. أيضا إحنا ننادي بالمزار بأن تصبح إقليم سياحي أو سياحة دينية، والسياحة الدينية لا تعامل بهذه الطريقة، يجب أن يكون في يعني تعامل بطريقة أخرى، بحيث أنه إحنا نشجع على السياحة الدينية ولكن نحصن أنفسنا من خطر التشيع. وهذا خطر التشيع في اللحظة هذه أنا لا أرى في أنه في أي خطورة، لأنه إحنا حتى على مستوى الكرك نتعايش مع النصارى والمسيحيين وهم أخواننا في الجغرافيا وفي التاريخ في الكرك، ومع ذلك لم يتنصر أي واحد من أبناء الكرك. فهذا مغالطة أتوقع أنها مش محسوبة أو مش مدروسة، أنه في علينا خطر من التشيع في هذا الآونة. يعني هنا خاصة هاي البيئة بالذات، خاصة المزار بدون مؤاخذة، يعني وأنا لا أتحدث بطريقة يعني نرجسية، أهل المزار ناس مثقفين، مثقفين عالية، يعني عالية الثقافة وعندهم تعمق ديني. إحنا يعني من مئات السنين ونحن نتوارث عن أبائنا الدين والعقيدة بشكل سليم، وهي أغلب العلماء يأتوا ويعطوا الدروس في هاي المنطقة، فما ممكن هذول يأثروا. صحيح كانوا يلطموا ويسووا، هذه طريقتهم، يعني هذه أمور يعني لسنا رقيبا عليهم، هذه الأمور الرقيب عليها الله سبحانه وتعالى، يرى ما هو يعني يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختصمون. أنا لا يجوز، أنا لا أرى للمسلم أن يصغر الذات الإلهية بحجم عقله، بحجم عقل الإنسان. الله اللي خلق هذا الكون من بلايين السنين وخلق وأقسم بمواقع النجوم، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، بيننا وبين أقرب نجم مليون سنة ضوئية، كيف لي أنا الإنسان القاصر المدركات، أنا منين معرفتي؟ معرفتي هي من معارف حواسي، بما تراه حواسي وما يضاف إليه التجارب تشكل معرفتي. طب أنا معرفتي كلها ناقصة، أنا ما بشوف أكثر من 2 كيلو، ما بسمع أكثر من 2 كيلو، ما بلمس ما هو أدق من خيط العنكبوت، ما بستطيع أميز مجموعة من التوابل في لحظة واحدة. إذن أنا حواسي ناقصة، والناقص لا يحكم على الكامل. الله سبحانه وتعالى كون كامل، لا يجوز لهؤلاء الناس أن يتحدثوا ويقول هذا يريده الله، الله مش شاوش مغفر.
أهل البلد لن تقبل بهذا الموضوع، ومن تصرف في هذا الموضوع فهو تصرف من أشخاص مدفوعين، أتوقع لا أعلم من أين جهة يكون مدفوعين، واستغلوا الغوغائية من بعض الشباب الجهلة، بعض الشباب الجهلة الغير واعين وغير مدركين لما يؤثر على مصلحة البلد وعلى مصلحة الوطن وعلى مصلحة هذه البلد وسمعتهم أيضا. فهذا أنا يعني ما أبا أنقل إليك بهذه الصورة، إحنا لن نقبل في هذا الموضوع ولن نسمح لإنسان أن يتمادى في هذه المواضيع. وهذا الأردني اللي هو يقوم في المشروع، إحنا سواء كان أردني أو غير أردني، هذا الوطن يوجد فيه من جميع جنسيات العالم موجودة فيه، ولها وجود ولها استثمارات موجودة في كل مكان وفي كل رقعة من رقعة الوطن. فإحنا ما إحنا مع أي إنسان يقوم في تخريب هذا العمل، ولن نشجع على خراب هذا البناء، وأنا مع من يقف إلى جانب استكمال هذا البناء على أن يكون في خدمة مصلحة هذا البلد. المستثمر هو أردني اللي أنا تعاقدت معه ويحمل رقم وطني، ما له علاقة لا بهنود ولا بشيعة. بيستقدم الجروبات السياحية، كيف إحنا لما نروح على مكة نأدي العمرة أو نأدي فريضة الحج ندفع لمقاول أو لمكتب سياحي في المزار أو في مؤتة، بنروح على مكة بنلقى كل إشي جاهز إلنا هناك من سكن ومن إقامة ومن باصات، هي نفس الأسلوب. فهذا صاحب مكتب السياحة اللي بيستقدم الجروبات بيسكنهم في عمان وبيستأجر لهم باصات سياحية تنقلهم من عمان إلى المقامات للزيارة وبرجعهم. فهو كان من ضمن اقتراحه إنه يكون في له سكن مشابه ويستقدم هاي الجروبات مباشرة، تقعد في المزار إلى يومين أو ثلاثة هالفترة اللي بقعدوا فيها، وخلال هاي الفترة كمان هم يتسوقوا ويستخدموا المطاعم يستخدموا المرافق العامة ويشتروا الهدايا مشابه لما يحدث إحنا لما نروح على مكة والمدينة. وزارة السياحة مقصرة في ترويج الأماكن الدينية حقيقة. وزارة السياحة مغيبة كليا عن المزار، ما إلها أي دور، وإحنا بغض النظر إنه هذا المعالم هي دينية كمان هي معالم إسلامية ويفترض أنها تستثمر سياحيا. دعوتي وبركز عليها للحكومة بشكل عام ووزارة السياحة بشكل خاص لتشجيع مثل هذه السياحة الدينية، لا تقل جدوى اقتصادية عن السياحة الثانية للبتراء ولجرش وللآثار الموجودة